السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم رح نعمل وصفة جديدة بالقناة، هي أكل المطبخ الإسباني. رح نعملها، هاي الأكلة اسمها شيلي كون كارني، معناها بالإسباني هي اللحمة بالحر. هي أنا هون أصلا هي بدها فليفلة حرة، فهلا رح أعطيكم المقادير ونبلش إن شاء الله بالوصفة مع بعضنا. بدها جنبها رز أبيض، ما بدها رز بشعرية، بدها رز أبيض جنبها. أنا هون عندي كاستين رز، بدها صلصة بندورة، يعني قصدي بندورة مترومة إذا موجودة عندكم فريش، هي هاي مترومة. وفي عنا الفاصولية الحمراء، لازم يكون فيها فاصولية حمراء. وخضار بدها بصل، ثوم، فليفلة حمراء، عندي هذا حلو، هدول حرين، عندي جزر واللحمة، هدول هني أساسيات الوصفة. وبقى للتحضير بدها زيت، ملح، كزبرة ناشفة، فليفلة مجروشة، وكمون. أول شي رح أبدأ أنقع الرز بالبداية وقطع الخضار. في عندي هذا القرن بدي اشوي، هلا نشوف طريقه مع بعض. هلا رح اشوي قرن الفليفله بنفس الطريقه اللي بشوي فيها الباذنجان، حطيت قطعه قصدير، بدي اشوي شوي خفيفه. ببدا ترمي الخضار، الجزر هالقد بترموه، قد حبه الفاصوليه. هاي الاكله اللي بحبه، الاكل الحر، في فليفله حره كتير طيبة ورح تعجبهم. بعد ما الفليفلة اخذت هاي تشويحة على الغاز، انا ما بدي اياها اشوية الشراء لان ما رح اعملها متبل، انا بس بدي اياها تاخذ لدعة وتاخذ نكهة الشوي، يعني الشواء، الشوي الشواء تعلقوا ببعضهم. قطعها كمان مو بهذا الحجم، مثل تقطيع الجزر، قد حبة الفاصوليا تقريبا، اكبر شوي اصغر شوي ما بيأثر. الفليفلة هاي مقطعة اصلا رح تاخذي نفس الحجم، بدنا نقطعها بهذا الشكل. قطعت قرن، هذا الثاني، هدول الفليفلة حرين، هذاك اللي شويته قرن حلو، والبصل كمان ما نترمو ناعم، ترمو بهذا المقاس يعني. نبلش تحضير الطبخة، بنحط تقريبا معالق زيت، بحط اللحمة أول شيء، بعطيها تحويسة خفيفة، بعدين بدي أحط الجزر قبل البصل لأنه الجزر بياكل طبخ أكثر. هلا رح نزل الجزر، بعد ما حوست الجزر مع اللحمة هلا رح نزل البصلة، برش لها رشة ملح مشان الخضار تدبر شوي. هلا رح نزل الفليفله الحلوه والفليفله الحره، والحلوه مثل ما قلت لكم شويتها انا على الغاز عشان تاخذ نكهه الشواء، لانه لازم يكون فيها الفليفله نكهه الشوي. وبهرس فوقها ثوم، يعني اذا بتلاحظوا بتحسوا الوصفه تقريبا بتشبه المطبخ العربي. هلا رح نزل الفاصوليا، هاي يعني بتكون جاهزة مسلوقة جاهزة وهي حمرة، بقلبهم شوي ببعضهم وبغطيهم، بتركهم شوي بما تستوي الخضرة ببعضها. وهلا رح احط معلقة صغيرة فليفلة مجروشة، وهاي الفليفلة حرة، ورح احط كمان معلقتين كزبرة ناشفة صغار، معلقتين صغار، ومعلقة صغيرة كمون. حط لها تقريبا شي نص كاسة شاي مي، وغطيها وبتركها تطبخ الخضرة ببعضها. هلا رح بصب عليها البندورة، وفينكم تحطوا بقلبها دمعة مي تصبوها فوق. بحركها بقلبها شوي عشان تتعقد البندورة، بركز ملحة وبتركها تعقد مع البندورة. هلا ركزت ملحة وضفت لها شيء تقريبا كاسة مي، لأنه أنا ما بدي إياها تكون كتير سميكة كثيفة، أنا بدي إياها تكون أخف شوي من المعقدة. رح أتركها تتعقد ببعضها بينما أحضر الرز. هلا أنا هون حطيت شيء تقريبا نص كاسة صغيرة زيت، ورح نزل عليها الرز رأسا، أنا مجهزة مي سخنة مشان حوسه للرز شوي بالزيت
وبعدين بدي اسكب فوق المي. هذا رز ابيض بدون شعيري بدون اي شيء. بعد ما قلبت الرز بالزيت اسكب فوقهم اول كاس مي. انا هون عندي كاستين رز بدي احط لهم تقريبا 3 مي، وبخلي وحده اكسترا على جنب مشان اذا لزموا بزدوا. علموا دائما انه الرز تخلوا كاسي اكسترا جنب، يعني على جنب مشان ممكن ما ياخذها كلها، ما ياخذ المي كلها حسب نوعيه الرز. وخاصه انه انا هلا ماني حاطه شعيري، لو حاطه شعيري كان بياخذ، هلا راح احط له بودرة خضار المجففه، كان بياخذ عندي حتى للاربعه لاني انا بكثر شعيري، بس لانه بدون شعيري انا حطيت اقل. وهيك نهايه وصفتنا لليوم، الشيلي كون كارني، الاكله الاسبانيه، كون مطبخ اسباني، هي طيبه كثير وحره اللي بحب الاكل الحر. وحب الفاصولية والجزر، يعني فيها فوائد كتيرة، أكل كتير مفيدة. إن شاء الله جربوها وتعجبكم، عدوا أصباطي ما بتعرفوها جربوها، إن شاء الله جربوها يا رب وتنال إعجابكم، ونال الدعاء نحن والأهل بالرحمة. شيكون هاي الأكلة يا عين، عن جد شوفوا منظرها، منظرها كتير حلو، وقت التقديم كتير كتير حلوة، كتير كتير ظريفة، وعن جد شهية ومفيدة بنفس الوقت. والولاد كتير كتير أنا هون عندي بحبوها، جربوها وخبروني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.